أعزائي الطلبة، الآن نكمل الجزء الثاني من المختبر الأول Animal Models and Embryology. تمر جميع الأجنة البشرية والحيوانية بمراحل متشابهة جدا من التكوين الجنيني المبكر، وأن الاختلاف الرئيسي بين أنواع الأجنة المختلفة هو المدة التي يستغرقها الجنين للوصول إلى كل مرحلة من هذه المراحل الجنينية. توجد أنظمة متعددة لدراسة الجدول الزمني للتكوين الجنيني لأنواع الحيوانات المختلفة وأيضا أجنة الإنسان. أشهر هذه الأنظمة هو نظام كارنيجي، عبارة عن نظام موحد مكون من 23 مرحلة تستخدم في إعطاء تسلسل زمني لنمو الجنين في الكائنات الفقرية. تعتمد المراحل البشرية على الصفات الخارجية أو الداخلية للجنين، ولا تعتمد بشكل مباشر على عمر أو حجم الجنين. توجد ميزات أخرى تستخدم في هذا التصنيف، مثل معدل عمر الجنين بالأيام، عدد السومايت، الحجم الجنيني أو ما يعرف بالطول التاجي المقعدي، ويختصر بـ CRL، هو مختصر لـ Crown Rump Length، أي قياس طول الجنين من أعلى الرأس أو التاج وحتى النهاية الخلفية للجنين. تشكيل محور الكائنات الفقرية. كما هو معلوم بأن أجسام الحيوانات لها تناظر خارجي، ومع ذلك فإن أعضائها الداخلية ليست متماثلة. يعني على سبيل المثال، القلب يكون على الجانب الأيسر، أما الكبد يقع على الجانب الأيمن، وهكذا. فيعد تشكيل المحور المركزي من اليسار إلى اليمين عملية مهمة أثناء التطور أو التكوين الجنيني، ويتم إنشاء هذا التباين الداخلي في وقت مبكر جدا أثناء التكوين الجنيني، وتلعب العديد من الجينات دورا مهما في هذه العملية. محاور أجسام الحيوانات هي كالآتي: lateral medial, dorsal ventral and anterior posterior axis. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو التكاثر، the cell reproduction. من أهم ميزات الكائنات الحية قدرتها على التكاثر وإنتاج أفراد مماثلة لها، حيث تنتقل المعلومات الوراثية الخاصة بها إلى الأفراد الجديدة. عملية التكاثر عملية منوعة ومعقدة، ويمكن تعريفها على أنها تقسيم الخلية الأم إلى خليتين بنويتين. تتضمن هذه العملية ما يلي: DNA replication، توزيع المتساوي للدي إن إيه على خليتين بنويتين، وكذلك تقسيم بقية المادة الخلوية إلى خليتين بنويتين. أنواع التكاثر هي كالآتي: تكاثر لا جنسي أو sexual reproduction، وتكاثر جنسي sexual reproduction. الآن نتطرق إلى موضوع sexual reproduction أو التكاثر اللا جنسي، وهي عملية إنتاج أفراد أو فرد جديد من كائن حي واحد متطابقة وراثيا مع الأب، وتكون جميع الأبناء كلونز أو نسخ من الخلية أو الكائن الأصلي، ومن ثم لا تتكون أي أمشاج أو لا يشارك أي إخصاء في تكوين كائن حي جديد. يمكن أن يشكل التكاثر اللاجنسي أجيالا بسرعة مقارنة بالتكاثر الجنسي، يعني عملية هذه العملية تكون أسرع مقارنة بعملية التكاثر الجنسي، ولا يشارك أي إخصاب بها ولا تتكون أي أمشاج. هذه مجموعة من الفروق عن التكاثر الجنسي. يحدث هذا النوع من التكاثر في البروكاريوتس وفي بعض الكائنات الحية أحادية الخلية ومتعددة الخلايا حقيقية النواة. الآن ننتقل إلى أنواع التكاثر اللاجنسي، وهي كالآتي: فيجن أو الانشطار. هناك نوعين من الانشطار، وهي باينري فيجن أند مالتيبل فيجن، يعني الانشطار الثنائي والانشطار المتعدد. الانشطار الثنائي يقسم إلى ثلاثة أنواع: الريجولار باينري فيجن، الغير المنتظم، ويلاحظ كما هو في الأميبا. longitudinal binary vision، الانقسام أو الانشطار الثنائي الطولي كما في اليوغلينا.
وترانسفير باينري فيجن هو الانشطار الثنائي المستعرض كما في الباراميسيوم. النوع الآخر من الانشطار هو الانشطار المتعدد multiple vision، يعني هنا يتم تقسيم النواة عدة مرات ومن ثم تنقسم الخلايا أو الخلية الواحدة تنقسم لإنتاج خلايا بنوية متعددة. يحدث هذا النوع من الانقسامات في البلازموديوم. التبرعم budding هو خلية جديدة أو كائن حي ينشأ من نمو خلية أصل أو كائن حي وتنقسم وتعيش بشكل مستقل. يحدث هذا النوع في الهايدرا حيث يتشكل برعم ثم ينمو إلى فرد بالغ وينفصل عن جسم الأم. فراغمنتيشن أو التشظي هو تكوين كائن حي جديد من جزء من الكائن الأصلي، أي أن كل جزء قادر على النمو إلى كائن حي جديد. يحدث في البلاناريا من شعبة الديدان المسطحة وكذلك في نجم البحر. بارثينوجينيسيس أو التكاثر العذري هي عملية تكاثر لا جنسي خلالها تنمو البويضة غير المخصبة إلى فرد كامل، ويمكن أن يكون النسل الناتج إما هابلويد أو ديبلويد اعتمادا على العملية والنوع، حيث يحدث في حشرات المن والنحل والبرمائيات. يتكاثر النحل بهذه الآلية لإنتاج ذكور هابلويد وإناث ديبلويد التي تكون العاملات، أما إذا تم تخصيب البويضة فيتم إنتاج الملكات. سيكشوال ريبرودكشن أو التكاثر الجنسي خلال هذه العملية يحدث كومبينيشن بين الخلايا التكاثرية أو بين الأمشاج جميتس، عادة ما تكونان هابلويد أو تمتلكان مجموعة واحدة من الكروموسومات غير المقترنة. تنتج هاتين الخليتين التكاثريتين من فردين مستقلين لإنتاج ذرية جديدة ثنائية المجموعة الكروموسومية أو ديبلويد. تتميز الخلايا التي تتكاثر جنسيا بعملية الانقسام الاختزالي هي والتي هي عبارة عن عملية انقسام نووي تتكون من خلالها الأمشاج جميتس. كل كروموسوم في الخلايا الجسدية سوماتيك سيل يكون بشكل زوج أو ديبلويد، وخلال الانقسام الاختزالي تتضاعف هذه الأزواج من الكروموسومات ويتم فصلها بحيث تحتوي كل خلية جنسية على كروموسوم واحد هابلويد من كل زوج كروموسومي. خلال دورة حياة الكائنات الحية التي تتكاثر جنسيا ينتج عن الإخصاب اندماج الأمشاج، أي اندماج سبيرم مع الأووسايت، والتي كما ذكرنا أنها تكون هابلويد لإنتاج الزيجات أو الزايغوت. النوع الآخر من أنواع التكاثر هيرمافورديتيزم تحدث في الحيوانات التي تمتلك أعضاء تكاثرية ذكرية وأنثوية في نفس الوقت، مثل اللافقريات كديدان الأرض والديدان الشريطية والقواقع وإلى آخره، حيث يقوم الكائن الحي بالتخصيب الذاتي أو قد يتزاوج مع كائن آخر من نفس النوع ويخصب بعضهم البعض وينتج كلاهما ذرية. يعتبر الإخصاب الذاتي أمرا شائعا في الحيوانات التي لديها قدرة محدودة على الحركة أو قد تكون غير متحركة أصلا مثل القواقع والمحاصيل.